ما هو فضل الصلاة والسلام على رسول الله كثير، لكن اذكر لي فضل منها. ومن هو من أعظم ما ذكر في السنة عن فضل الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على وسلم. أبي أو أي، نعم أظنه أبي، نعم. ابن كعب، نعم أبي بن كعب رضي الله عنه، أتى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يشتكي الهم، يشتكي الهم. أسألكم بالله يا من يشاهدنا، من الذي ما زاره الهم يوما؟ من الذي خلى قلبه من الكدر يوما؟ الله المستعان. ديرة دي أقول ديار الأحزان مهي بالأفرح، ما حلت إلا أوحلت، وما جمعت إلا فرقت، وما أضحكت إلا وأبكت، وما ولدت إلا ويتمت. هذه طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأقدار، أو الأكدار والأحزان، اللي هي المهم منها هم، اللي كاد كل واحد منا ماخذ نصيبه من الهم. أي والله، دين، مرض، غم، زوجة تشتكي، زوجة أبناء، عقوق أبناء، عقوق أبناء إلى غيره. أحبابي أتى يشتكي إليه صلى الله عليه وسلم، ويذكر أبي لرسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يدعو دائما، يعني كل واحد منا له ورد من الدعاء. كم أجعل لك يا رسول الله من دعائي، يعني من صلاتي، هو قال في الحديث صلاتي مراد بها دعائي. أجعل لك يا رسول الله ربعها، يعني إذا كان 10 دقائق، دقيقتين ونص خليها أصلي وسلم عليك. قال إن شئت، وإن زئت فحسن، أفضل. قال ثلثها إن شئت، وإن زدت فخير. ثلثيها شطرها، ثم قال ثلثي، ثم قال أجعل صلاتي لك كلها، يعني أنا 10 دقائق أدعو، ما أرفع يدي إلى السماء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على، بس أردد الصلاة والدعاء، صلاتي عليك يا رسول الله فقط فقط. نعم. قال الحبيب إن فعلت ذلك كفيت همك وغفر ذنبك، وفي أكبر. رواية وقضي دينك. الله أكبر. بالصلاة والسلام على رسول الله. بس الصلاة والسلام على رسول. بوابة السعادة في الحياة أن تصلي على خير الورى عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على رسول الله. يعني أنت عندك هموم في قلبك. نعم. وأنت عندك هموم في قلبك، مغموم، مهموم، ضايق، وتبغى تتفرج. ألا يعلم الله ما في الصدور؟ أليس العليم بذات الصدور؟ ألا يعلم ما تخفي صدورنا وتكن صدورنا؟ لا والله. لذلك ما تحتاج تتكلم، بس صلي على رسول الله في دعائك، فسيقلب الله همك فرحا، الله وضيقك فرجا، ويقضي دينك ويغفر ذنبك. الله أكبر. أحبابي، سبحان الله الكريم، كم خسرنا في حياتنا من مواقف، بعضنا يدعو ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، اللهم صل ما افتتح. ولذلك يقول بعض أهل العلم أن من فضائل الذكر